الخط الساخن، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. محمد معاك، اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كلمتنا قبل كده ولا دي أول مرة يا فندم؟ تحت أمرك. محافظة إيه يا فندم؟ العلاج بالكامل عندنا مجانا في سرية تامة، مفيش أي مساءلة قانونية على المريض. يعني إيه مجانا؟ يعني بيتعرض على دكتور، من أول ما بتتلقى المكالمات بنسأل على المحافظة وذكر ولا أنثى، بنسأل على سنه، ما بنسألش على اسمه خالص، ما بنسألش على بيانات شخصية. كل اللي بنسأل عليه معلومات بتفيدنا في تاريخ الحالة، طريقة التعرف علينا ازاي. لو المريض مش هو اللي متصل بنسأله انت تقرب ايه للمريض. بعد كده بنسأله بقاله قد ايه بيتعاطى المواد المخدرة ايه. بعد كده بنسأله عن رغبته في العلاج او رغبة المريض اللي هم متصلين عشانه في العلاج. بعد كده بنحوله على اقرب مستشفى ليه. اي شخص عنده مشكله مع التعاطي او المخدرات يقدر يتصل علينا على 16023، بنقدر نوجهه لاقرب مستشفى او مركز علاجي متعاون معانا. احنا شغالين في 23 مركز علاجي موزعين على 14 مستشفى. احنا كمان بنستقبل استفسارات وبنرد على مبادرات الاسر. كمان اي حد بيشك ان في اتجار مخدرات في المنطقه اللي هو فيها، احنا بنستقبل بلاغات عن اتجار مخدرات، بنستقبل بلاغات عن اماكن علاجيه غير مرخصه. بالتعاون مع الاداره العامه لمكافحه المخدرات بنقدم دعم قوي جدا في هذا الجانب. في التسع شهور الاولى من 2019 قدمنا ما يقرب من 80,000 خدمه علاج للمرضى المتقدمين على الخط الساخن. كمان احنا في مرحله تالي العلاج الدوائي والنفسي وهو التاهيل. التأهيل هو شيء مهم جدا بيهتم بيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وما بعد التأهيل كمان احنا بنقدم الدي كير مع كل المستشفيات الشريكة معانا. بقى عندنا مراكز متخصصة النهاردة بتقدم فرص العلاج بالعمل. بقى عندنا مبادرات زي مبادرة بداية جديدة، ده بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي، احنا بنقدم من خلالها قروض للمتعافين من الإدمان، بيقدروا يبتدوا حياتهم بشكل جديد، بيقدروا يكون عندهم فرص عمل، بيكون عندهم يكون أسرة من أول وجديد، وكل دي حاجات بتمنعهم من الانتكاس. لما دخلت الخط الساخن ومتابع معهم لغاية دلوقتي الحمد لله بقى لي 6 سنين، الناس مش سايبيني، في دايما بيعملوا أنشطة كتير بحيث إنه بيخلوا الواحد يبقى في حاجة اسمها الدمج المجتمعي. دخلوني برضك في حاجة اسمها مبادرة جديدة اللي هو الكارد، فالدكتور بتاعي دكتور هشام جمعة اقترح عليا ان انا اقدر اخد كارد، حاجة اسمها بداية جديدة. كان عندي مركز تجميل، فالحمد لله طبقت عليا الشروط. سامع عن صندوق مكافحة الإدمان وعن الخط الساخن لعلاج الإدمان، بس أنا ما كنتش مصدق في الكلام ده، ما كنتش مصدق إن في علاج الإدمان، ما كنتش مصدق إن العلاج في سرية تامة وبالمجان. طبعًا توجهت اتصلت بالخط الساخن 160-23. بعد ما قابلت الأخصائيين هناك وقعدت معاهم فهموني إن أنا هقعد 3 شهور جوه المكان. طبعًا أنا جوه المكان بدأ إن الدعم من الأخصائيين والدكاترة معايا يبقى كتير جدًا. التكثيف بالوعي والثقافة عن طبيعة المرض، أنا أول حاجة بس ما كنتش أعرف يعني إيه مرض إدمان. انا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها مرض ادمان، انا فاكر ان المدمن ده حد مجرم. كلمه مريض ادتني قبول التعافي بنسبه 50%، طالما مريض يبقى اكيد في حل. انا قعدت في المستشفى في القسم الداخلي 3 شهور بالمجان، انا ما دفعتش اي حاجه. واول ما خرجت في الشارع انا كنت فاكر ان هم مجرد ما هخرج مجرد مع السلامه بقى انت في الشارع زي اي حاجه انا كنت بخشها. انا اول ما خرجت لقيت الناس دي واقفه جنبي، قالوا لا ده انت هتتابع معانا، هتفضل في وسطينا، لازم تحضر الاجتماعات العلاجيه والمتابعه النهاريه بتاعتك. صندوق مكافحه الادمان بدا يعمل حاجه اسمها الدمج المجتمعي، ودي انا ما كنتش متخيلها ان هي تبقى موجوده يعني بصراحه. احنا بناكد على السريه. احنا عندنا البرنامج، صممنا برنامج الكتروني بيتيح ليا ان انا اقدر اتعرف على كل المحافظات اللي بتتصل. انا ما بيفرقش معايا اسم المريض، انا كل اللي بيهتم بيه السن، المحافظه، انواع المخدرات اللي هو بياخدها، ازاي عرف الخط الساخن والرقم الخط الساخن عندنا. بنوجه مجموعه من الاسئله كلها بتساعدني على ان انا اقدر اوجهه للمستشفى اللي هتقدر توفر له علاج مناسب جدا لحالته.